ما تريد معرفته عن الحزام الناري، الأعراض والأسباب واللقاح. كشفت وزارة الصحة عن توفر اللقاحات المضادة لفيروس الهربس النطاقي المعروف باسم الحزام الناري. بحسب موقع مايو كلينيك الطبي الأمريكي، فالحزام الناري هو عدوى فيروسية تسبب طفحا جلديا مؤلما، ورغم إمكانية إصابة الشخص بالهربس النطاقي في أي مكان بالجسم، يظهر غالبا على شكل شريط من البثور يغطي الجانب الأيسر أو الأيمن من جذعك. أعراض الحزام الناري: تظهر علامات الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من جسدك فقط، وقد تشمل تلك المؤشرات والأعراض على ما يلي: الألم أو الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز، الحساسية تجاه اللمس، طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم، بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، الحكة. يشعر بعض الأشخاص بما يلي: الحمى، الصداع، حساسية تجاه الضوء، إرهاق. والألم عادة هو أول عرض للهربس النطاقي، وقد يكون الألم لدى بعض الأشخاص شديدا وبناء على موضع الألم. قد تشخص الحالة عن طريق الخطأ على أنها أعراض مرتبطة بمشاكل في القلب أو الرئتين أو الكليتين، ويشعر بعض الأشخاص بألم الهربس النطاقي من دون أن يصيبهم أي طفح جلدي مطلقا، ويظهر الطفح الجلدي الناتج عن الحزام الناري في الأغلب على هيئة شريط من البثور يحيط بالجانب الأيسر أو الأيمن من جذع الجسم، كما وقد يظهر الطفح الجلدي في بعض الأحيان حول إحدى العينين أو على جانب واحد من الرقبة أو الوجه. متى تجب زيارة الطبيب؟ اتصل بطبيبك على الفور إذا ظننت أنك مصاب بالهربس النطاقي، وبالأخص في المواقف التالية: إذا كان الألم أو الطفح الجلدي قريبا من إحدى العينين، فإذا تركت العدوى دون علاج فقد تؤدي إلى ضرر دائم في العين. إذا كنت تبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر، وذلك لأن احتمالية حدوث المضاعفات تزيد مع التقدم في العمر. إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك تواجهان ضعفا في جهاز المناعة بسبب السرطان أو تناول أدوية معينة أو الإصابة بمرض مزمن. إذا كان الطفح الجلدي منتشرا ومؤلما. أسباب الحزام الناري: ينتج الهربس النطاقي عن الحزام الناري، وهو الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء، ويمكن لأي شخص كان مصابا بجدري الماء أن يصاب بالهربس النطاقي، وبعد التعافي من جدري الماء يمكن أن يدخل الفيروس إلى الجهاز العصبي ويظل هاجعا لسنوات. في نهاية الأمر قد ينشط مجددا وينتقل خلال المسارات العصبية إلى الجلد ليتسبب في الإصابة بالهربس النطاقي، ولكن ليس كل من أصيب سابقا بجدري الماء سيصاب بالهربس النطاقي. ما زال سبب الهربس النطاقي غير معروف، ولكن قد يكون بسبب نقص مناعة ضد العدوى مع التقدم في السن، وتكثر الإصابة بالهربس النطاقي أكثر بين البالغين الأكبر سنا وبين المصابين بضعف جهاز المناعة. الفيروس النطاقي جزء من مجموعة الفيروسات المسمى فيروسات الهربس، وتشمل الفيروسات التي تسبب قروح الزكام والهربس التناسلي، لذلك يعرف الهربس النطاقي أيضا باسم الحلق النطاقي. ولكن الفيروس المسبب لجدري الماء والهربس النطاقي ليس الفيروس نفسه المسؤول عن قروح الزكام أو الهربس التناسلي، وهو عدوى منقولة جنسيا. هل أنت ناقل للعدوى؟ يمكن للشخص المصاب بالهربس النطاقي أن ينقل الفيروس النطاقي لأي شخص ليس لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادة من خلال الاتصال المباشر مع الجروح المفتوحة الناتجة عن طفح الحزام الناري، وبمجرد الإصابة بالعدوى سيصاب الشخص بجدري الماء وليس الهربس النطاقي. عوامل تزيد احتمالية الإصابة بالحزام الناري: تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالهربس النطاقي ما يلي: أن تكون أكبر من 50 عاما، تشيع الإصابة بين من تجاوزت أعمارهم 50 عاما، كما يزداد خطر الإصابة مع التقدم في السن. الإصابة بأمراض معينة: تسبب ضعف الجهاز المناعي مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة، الإيدز والسرطان. الخضوع لعلاجات السرطان، حيث يمكن أن يتسبب الإشعاع أو العلاج الكيميائي في خفض مقاومة الجسم للأمراض وتحفيز الإصابة بالهربس النطاقي. لقاح الحزام الناري: قد يساعد لقاح الحزام الناري في الوقاية من الإصابة،
ويجب على الأشخاص المؤهلين للحصول على لقاح شينغريكس أن يحصلوا عليه. وتشير دراسات سابقة إلى أن لقاح شينغريكس يحمي الشخص من الإصابة بالهربس النطاقي لأكثر من 5 سنوات. وشينغريكس هو لقاح غير حي مصنوع من مكون فيروسي، ويعطي هذا اللقاح على جرعتين تتراوح الفترة الفاصلة بينهما من 2 إلى 6 أشهر. وهناك لقاح آخر يحمل اسم زوستافاكس له بعض الآثار الجانبية من بينها الإحمرار والألم والإيلام عند اللمس والتورم والشعور بالحكة في موضع الحقن والصداع. لا يضمن لقاح الهربس النطاقي عدم إصابتك به، لكنه سيقلل على الأرجح من حدة المرض ويقلل من خطر إصابتك بالألم العصبي التالي للهربس. لا يستخدم لقاح الهربس النطاقي إلا كوسيلة وقائية، فهو لا يهدف إلى علاج المصابين حاليا بالمرض. وأعلنت وزارة الصحة توفر اللقاح المانع للحزام الناري الذي يؤخذ كجرعتين بينهما 2 إلى 6 أشهر، ويعد اللقاح المتوفر حاليا في مراكز وزارة الصحة للرعاية الأولية أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بمرض الحزام الناري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.